إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من السلاطة والهذر كما نعوذ بك من العي والحصر، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. ونسألك اللهم برد اليقين وطمأنينة النفس وسلامة الصدر ونقاء السريرة ونعمة الإخلاص وبركة الصدق وطيب العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين. وبعد، إخواني وأخواتي الكرام والكريمات، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم مقرأة الإمام نافع. واليوم بإذن الله تعالى سوف نقرأ المقرر في منهجنا من سورة الأعراف من الآية 138 وحتى 143 برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، ثم بعد ذلك إن شاء الله نعلق على بعض الملاحظات التي ربما ترد في التلاوة، ثم نأخذ مادة علمية قصيرة على رواية ورش عن نافع في أصول الرواية، وبعد أن ننتهي من ذلك نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عن طريق الهاتف أو عن طريق الواتساب إن شاء الله تعالى. نبدأ بإذن الله من الآية 138 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بارك الله فيكم وفتح الله عليكم. طيب إخواني الكرام أخواتي الكريمات، في هذه الآيات في قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون، كلمة يعكفون لابد أن ننتبه إلى ضمة الكاف، يعكفون ولا نقول يعكفون، وهذا مما يكثر فيه الخطأ، وإن كان هو ليس خطأ عند بعض القراء من القراء العشرة، لكن ورشا رحمه الله يقول يعكفون بضم الكاف مثل حفص رحمه الله. وكذلك الحال لا ننسى أن نقول قالوا يا موسى اجعل لنا، هنا هذه الألف في يا موسى لا نميلها لأنها طبعا في حالة الوصل، لأنها جاء بعدها حرف ساكن، فإذا التقى ساكنان وكان الأول منهما حرف مد سقط. طبعا نحن هنا ننظر إلى هذه الهمزة التي هي همزة الوصل، هذه تسقط في درج الكلام، يعني إنما جاءت همزة الوصل للابتداء بها نقول اجعل، لكن في حالة الوصل تسقط كأنها ليست موجودة. فيا موسى هذه الألف، الألف المقصورة، جاء بعدها هذه الجيم في حالة الوصل، فالألف ساكنة والجيم ساكنة فالتقى ساكنان، والقاعدة تقول إذا التقى ساكنان وكان الأول منهما حرف مد سقط، فهذه الألف التي هي تقلل عند ورش سقطت، فلا تقليل إذن. قالوا يا موسى اجعل لنا، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ننتبه إلى صلة ميم الجمع بمقدار 6 حركات على قبيل من قبيل المد المنفصل. كذلك قبلها في اجعل لنا، اللام مع اللام تدغم، اجعل هذا فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، فإذا كان مبنيا على السكون وجاء بعده لام مثلها، جاءت كذلك لام مثل اللام الأولى، فإننا ندغم هذا إدغاما متماثلين، فنقول هذا إدغام متماثلان، اجعل لنا. طيب كذلك قال أغير الله، هنا الراء المفتوحة وقبلها ياء ساكنة عند ورش ترقق، لكن ترقيقها هنا يصادف تفخيم اللام بعدها، فجاء مرقق ثم مفخم، فلا بد أن تنتبه إلى تخليص هذا من بعضه. أغير الله، لا تقول أغير الله أو أغير الله، أغير الله هذا عند حفص تفخم الراء وتفخم اللام، لكن عند ورش ننتبه إلى ترقيق الراء وإلى تفخيم اللام، أغير الله تفخيم اللام. بارك الله فيكم. كذلك الحال وإذا جيناكم من آل، ننتبه إلى النقل في إذا جيناكم ومن آل، وننتبه إلى مد البدل بمقدار 4 حركات، وننتبه كذلك إلى يقتلون على رواية ورش ليست بالتشديد وإنما بالتخفيف، يقتلون ليس يقتلون كما هي عند حفص رحمه الله. جميل،
هذا كله مثل هذه الملاحظات اللي نعرفها جميعا، اللي هي 6 حركات والتقليل في موسى وصلة الهاء بمقدار 6 حركات، وكذلك هنا موسى التقليل فيها. طيب، في هنا ملاحظة جميلة وهي ولكن انظر، هذه همزة الوصل كما تعودنا قلنا إنها تسقط في درج الكلام، ولكن فيلتقي الساكنان، هذه النون وهذه النون التقى ساكنان، ماذا نفعل؟ إذا التقى ساكنان نكسر الأول، لكن القاعدة عند ورش أن الثالث هنا مضموم، فنتخلص من التقاء الساكنين بالضم. فبعض القراء يتخلص من التقاء الساكنين في مثل هذه الحالة بالكسر، يقول ولكن انظر كما هو عند حفص، وبعضهم بالضم فيقول ولكن انظر إلى الجبل، فننتبه إلى هذه الدقيقة. فسوف تريني، هذا يقلل قولا واحدا لأنه رأي. نعم، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول. هنا الألف التي في أنا عند حفص وعند غيره من القراء تسقط هذه الألف في حالة الوصل، وهذه تسمى الألفات السبعة، تسقط في حالة الوصل، فأقول وأنا أول المؤمنين، إلا عند نافع من روايتيه قالون وورش فإنه يثبت الألف فيقول وأنا أول. فإذا أثبت الألف تعامل هذه الألف معاملة المد المنفصل إذا جاء بعدها همزة، فيثبتها بمقدار 2 حركات أو 4 حركات قالون، وورش رحمه الله يثبتها على أصله بمقدار 6 حركات فيقول وأنا أول المؤمنين. نعم، طيب، هذا كان الملاحظات التي كانت معنا في الآيات. الآن إن شاء الله نريد أن ننتقل إلى المادة العلمية ونكمل ما كنا قد بدأناه في شرح أصول رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. ووصلنا إلى من كتاب الاستبرق لشيخنا محمد حسين نبهان رحمه الله، الاستبرق في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. وإذا أردنا أن ننطقها على ما ينطق ورش نقول الاستبرق في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، فهو ينقل الحركات. يقول أحكام النون الساكنة والتنوين. الآن هو حفص أو ورش رحمه الله وافق حفصا في هذه الأحكام كما وافق غيره من القراء، فكل قراء عندهم الأحكام النون الساكنة واحدة، يعني لا فرق فيها إلا في بعض المواضع كما هي عند خلف عن حمزة رحمه الله. يقول التنوين، إذا أردنا أن نشرح الآن أحكام النون الساكنة والتنوين، فالتنوين هو نون لفظا لا خطا، تثبت وصلا وتسقط وقفا، مثل كتاب كتاب كتابا، وتقرأ وصلا كتاب كتاب كتابا، يعني نثبتها في حالة الوصل بنون ساكنة، نون ساكنة، ويقف عليها بحذف التنوين كتاب، هذا في حالة الرفع والجر، أما في حالة النصب فنعوضها بألف نقول كتابا. يقول للنون الساكنة، طبعا النون الساكنة هي التي ليس عليها حركة، ليس عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة، فيقول إن لها 4 أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. فالإظهار، أولا الإظهار قال معناه في اللغة البيان، أظهرت الشيء يعني أبنته، أظهرت الكلام يعني أبنته، بينت الكلام. وفي الاصطلاح إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة مستطالة، هذا هو التعريف الذي وضعه شيخنا رحمه الله. وكذلك التعريفات الأخرى التي نعرفها، إخراج الحرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، فهي نفسها غنة مستطالة هي الغنة. لماذا قلنا من غير غنة مستطالة أو من غير زيادة في الغنة؟ قلنا لأن النون والميم لا ينفك عنهما الغنة، يعني لا تستطيع أن تنطق نونا ولا ميما من غير غنة.
وإنما الفرق أن هذه الغنة إما أن تزيد أو تظهر وإما أن يقل زمنها. فأحرفه ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وهي أحرف الحلق مجموعة في أوائل الكلمات التالية أو الآتية: أخي هاك علما حازه غير خاسر. فالحرف الأول من كل كلمة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. بعضهم يعني رأى أن هذه الكلمة صعبة، أخي هاك علما حازه غير خاسر، فاختار أن يضع عبارة أيسر منها فيقول: إن غاب عني حبيبي همني خبره. يعني نوع من أنواع الرومانسية القليلة كده شوية، إن غاب عني حبيبي همني خبره، نفس الكلام. قال: ويكون الإظهار في الكلمة الواحدة وفي الكلمتين. يعني إذا جاء حرف النون الساكنة وبعده حرف من حروف الإظهار في كلمة مثل أنعمت مثلا أو عنهم في كلمة واحدة يظهر، وفي كلمتين مثل من عمل كذلك يظهر، لا فرق إذن، فيظهر حرف النون الساكنة في كلمة وفي كلمتين. أما التنوين فإن التنوين لا يكون، لا يمكن أن يكون إلا في كلمتين، فالتنوين يأتي في آخر الكلمة، وحرف الإظهار يكون في الحرف أول الحرف الذي يليه في الكلمة التي تليه. هنا أتى ببعض أمثلة الإظهار في الكلمة الواحدة، فقال: ينأون ينهون. فنحن نرى هنا النون وبعدها هذه الهمزة في كلمة، النون والهاء في كلمة، والنون والعين في كلمة، ينعق تنحتون فسينغضون المنخنقة. كما تلاحظون أن النون الساكنة وبعدها حرف الإظهار في الكلمة نفسها. أما أمثلته في كلمتين مثل من هاد من هاد من عند ومن حيث خرجت، فالنون والحاء، من غيركم النون والغين، من خير النون والخاء. فتلاحظون أن النون الساكنة أتى بعدها واحد من الحروف الستة الموجودة في حروف الحلق اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طبعا ننتبه في حالة الإظهار في قوله من هاد أو من عند ألا نطيل الغنة، لا نقول من هاد من عند، ننتبه إلى هذا. أما أمثلته في التنوين، وكما قلنا إنه لا يأتي إلا في كلمتين لأن التنوين يأتي دائما في آخر الكلمة آخر الاسم: جرف هار عليم حكيم أو حكيم عليم والعكس، فظا غليظ هذه الغين، عليم خبير. ولا يوجد مثال للإظهار الحلقي في الكلمتين عند الهمزة لأن الهمزة تسقط وتنقل حركتها إلى النون أو التنوين، وهذا على رواية ورش. فمثلا من آمن، لو نظرنا إلى على سبيل المثال إلى كتابتها هكذا من آمن، فهذه النون الساكنة وجاء بعدها حرف الهمزة هذا إظهار كما نعرف، لكن ورشا رحمه الله ماذا يفعل؟ هذه الهمزة إذا صادفت قبلها نون ساكنة فإننا ننقل هذه الحركة إلى الساكن منا، ثم تسقط الهمزة منا منا. ولذلك لا يوجد هذا المثال عند ورش في القرآن، لا يوجد نون ساكنة بعدها همزة عند ورش لأنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن. طيب هذا الحكم الأول وهو الإظهار. الآن نحن نريد أن نأخذ الإدغام، ربما أننا نأخذ الإدغام أفضل بعد الإيه يعني في الحلقة القادمة، فيكفي أن نأخذ حكما واحدا حتى نستوعبه ونتدرب عليه. ماذا تفعل إذن؟ أنت أخذت حكم الإظهار، فاقرأ المادة المقررة التي قرأناها واستخرج
كل أحكام الإظهار من الصفحة أو صفحة ونصف التي قرأناها. تبحث عن النون الساكنة وبعدها واحد من الحروف الستة أو التنوين وبعده واحد من الحروف الستة، ثم تتدرب عليه كثيرا فتتمكن إن شاء الله تعالى. الآن إخواني الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما أخبره أنها أعظم آية في القرآن: ليهنك العلم أبا المنذر. وذلك لما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله، وهي حصن من الشيطان. فقد قال الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة وهو يسرق من زكاة رمضان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أبو عبد الرحمن: فالتمستها إنه الحي القيوم، وهي سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. مرحبا بكم إخواني وأخواتي مرة أخرى، وعدنا إليكم بعد ذلك الفاصل. والآن إن شاء الله تعالى نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا. ومعنا المشاركة الأولى من أحمد من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى
موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بارك الله فيك يا أحمد. طيب إنكم قوم تجهلون، يعني قلق الجيم تجهلون، وكذلك يقتلون أبناءكم على رواية ورش، أنت قلت يقتلون فانتبه إلى ذلك، وأتممناها بعشر، فالشين هنا انتبه ألا تقلقلها، لا تقل بعشر، امسك الشين جيدا حتى لا تهتز. وكلمه ربه، لما وقفت عليها وكلمه ربه، رب لا تقل ربه بو، هذا ليس ضما كاملا. قال لن تراني، تراني التقليل يختلف عن الترقيق، أنت قلت تراني، تراني أنت رققت الراء، نحن نريد أن نقلل الألف، تري تنزل قليلا في الألف وبالتالي الراء سوف ترقق بسبب التقليل. وهذه الملاحظات وبقية التلاوة جيدة ما شاء الله. معنا اتصال من منذر من تونس. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا أستاذ منذر، أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب يا أستاذ منذر، يعني قلق للجيم، يا موسى اجعل، يا موسى اجعل، يا موسى، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. كذلك الجيم هنا تجهلون. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل. هنا الباء يا أستاذ منذر، الباء عليها شدة. نعم. الباء عليها شدة وفتحة، متبر. نعم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. مرة أخرى وإذ أنجيناكم، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما وخر مرة أخرى وخر موسى صعقا وخر موسى صعقا فلما أفاق لا هنا قال لا تستعجل فيها يا أستاذ منذر لا تقول صعقا فلما هذه تنوين فلابد أن تخفيه عند القاف صعقا فلما عند الفاء وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أحسنت يا أستاذ منذر بارك الله فيك طيب نأخذ توبة ابنتك توبة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا توبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين إن ليس لهم طعام إلا ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أحسنت يا توبة بارك الله فيك وجعلك من أهل القرآن وفتح الله عليك طيب نأخذ الآن هذه المشاركة من رحمة من الجزائر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم طيب أحسنت يا رحمة ما شاء الله تلاوة جميلة وهذه برواية الأصبهاني عن برواية ورشة عن نافع من طريق الأصبهاني
فالأصبهاني مثل قالون، فهو إلا أنه طبعا لا يعني يصل ميم الجمع إذا كان بعدها همزة قطع، لكن بحركتين أو أربع حركات فقط. تلاوة ممتازة، بارك الله فيك. طيب نأخذ عبد الله من موريتانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. طيب بارك الله فيك يا عبد الله. ما هم فيه يعني اغلق المخرج على الميم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، لا تقول ما هم فيه كأنك أخفيت. فرعون الراء مرققة لا تفخمها. يقتلون كذلك قلق للقاف، وليلة أتممناها هذا إدغام بغنة، فأخرج الغنة من الخيشوم، أدغم بغنة ليلة وأتممناها طبعا. وأصلح ولا تتبع، لا تأخذ النفس في أثناء المقطع، إنما قف ثم ارجع. وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، هكذا. وإن شاء الله تتحسن تلاوتك مع قادم الأيام، بارك الله فيك. لأن نأخذ معنا عمر من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طيب أحسنت يا عمر، بارك الله فيك. المدود تحتاج إلى أن تنتبه إلى مقادير المدود قليلا، فمرة تقصر المد ومرة تطيل المد. في هؤلاء مثلا إذا كان يمد 6 حركات فإنه يمد المدين بمقدار واحد. هؤلاء، لماذا تقول هؤلاء متبر فتقصر هذا عن هذا؟ فتحاول أن تضبط أزمنة المدود وأن تسير على كل المدود والأزمنة بنفس الطريقة. كذلك قال ربي أرني أنظر إليك، انتبه إلى تفخيم الغنة أنظر إليك لأنها نون ساكنة بعدها حرف الضاء والضاء من حروف الاستعلاء، فتفخم النون جيدا، وتلاوتك الباقي جيدة ما شاء الله. الآن معنا محمد من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا.
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك، تلاوة ممتازة جدا وتلاوة فخمة يعني. ففقط سلطانا نصيرا، هذه اللام انتبه أن تفخمها، يعني لا تفخم اللام، لا تقول سلطانا سلطانا، لا تجعلها تتأثر بالطاء التي بعدها. وتلاوة جميلة وممتازة، بارك الله فيك. معنا محمد من سريلانكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بارك الله فيك يا محمد. طيب يا محمد، أنت تلاوتك جميلة وجيدة ما شاء الله، وأنا عندي طلبة كثير ما شاء الله من سريلانكا قرأوا علي، فأنا أعرف تلاوتهم جيدا. فعندك هنا في الاستعاذة أعوذ بالله، لا تمد الهمزة، لا تقول أعوذ بالله، لا، أعوذ بالله. كذلك فاتك أن تهن أو أن تأتي بالهن من الخيشوم في قوله نورا وهدى للناس وعلمتم ما لم، أدغم بغن في إدغام المتماثلين في علمتم وعلمتم ما لم تعلموا.
أو قال أوحي إلي شيء ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزله ولم يوحى إليه شيء، ومن قال، إذا أردت أن تعود تقول ومن قال سأنزله، من هنا يبتدئ المعنى وليس شيء ومن قال، فكأنك ألحقت من المعنى السابق كلمة في المعنى الجديد، فتنتبه إلى هذا بمعرفة المعاني. بما كنتم، الكاف مضمومة فأحب أن تضم الكاف ضما كاملا، لا تقول بما كو كو كنتم كو كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته. وتلاوتك ما شاء الله في الباقي جيدة. معنا الاتصال الأخير أو المشاركة الأخيرة من يوسف من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم وهو فضلكم على العالمين. وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أحسنت يا يوسف بارك الله فيك. على قوم إذا وقفت عليها لا تقول على قوم وإنما مدها على قوم، هذا يسمى مد لين وكأنه مد عرض للسكون. قالوا يا موسى اجعل لنا، وليس قال يا موسى، انتبه إلى أنها بالجمع. وفي ذلكم بلاء، أخفي الميم عند الباء، لا تقول وفي ذلكم بلاء هكذا، وإنما وفي ذلكم بلاء. وتلاوتك جيدة ما شاء الله، وبارك الله فيك وفتح الله عليك. طيب إخواني وأخواتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم في هذه الليلة، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، ومقررنا سيكون من سورة الأعراف من الآية 144 وحتى 153. ونذكركم بإرسال مشاركاتكم واتصالاتكم عن طريق الواتساب والأرقام التي تظهر على الشاشة، ونراكم في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.